السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ رجعت لكم بجليتش جديد. شباب، جليتش نسخ سيارات مضمون لحالك، سهل كثير. طلبات الجليتش لازم يكون عندك بنكر وشاحنة، تمام؟ ولازم تعمل سيرفر خاص، تدخل أوفلاين بالأول بعدين تدخل على السيرفر الخاص. واهم شيء بقيتش كمان شباب، تكون عامل باوند لوكيشن انه بالبنكر، زي ما انتم شايفين راس بالون داخل البنكر، تمام؟ هسه بنطلع خارج البنكر. ضيعت الطريق. واخيرا لقينا طريق الخروج. نطلع خارج البنكات. Calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. نطلب شباب ال جي عادي مو معدل، هذا معدل، هذا نطلبه هنا. بدنا ال جي عادي. مو شرط إلي جاي سيارة، أنا بختار السيارة اللي أنا بدي إياها. اختار هذي. I'll get there as soon as I can. Aye, I'll get back to work. تمام. ونطلب الشاحن الحين. نطلب الشاحن. طبعا شباب داخلين سخن على السيارة، مو شرط إلي جاي مجانية. أي سيارة ما تبيها. Why, hello, how you doing? How can I help? Okay, my friend, I'll take care of the LSPD. Leave it to me. ونرد داخل البنكر. قول انه فول، مش مشكلة، ما ندخلها داخل. ننزل من الشاحنة كلها، بتردع الشاحنة داخل البنكر، ونروح احنا داخل البنكر. الشباب احنا ندخل داخل البنكة. طبعا شباب الجلتش كثير سهل، بس بده تركيز وتركز على الخطوات، لانه اي خطوة غلط بيخرب الجلتش كله. شباب اهم شيء بالجلتش يكون شايل مهمات لسه،
المهمة في البنك أو أي مهمة هايست عشان ينزلك رسالة للمكتب. المهم ندخل داخل الشاحنة ونطلع السيارة برا برا الشاحنة لكن داخل البنكر مو خارج البنكر. نكتب R2 أو L2 وهذا الشباب أهم خطوة بالجليتش بدا تركيز. لازم نحط السيارة بالشكل اللي بدي أعمله. ركزوا لأنه مش رح تزيد معكم أول مرة. تمام شباب لا تنزل من السيارة، لازم تكبس بصمة، تكبس على البصمة والبصمة مبينة تنزل من السيارة. مطلوب منك هسه تكبس دائرة ومثلث على طول، لانه بس تكبس دائرة راح يدخلوك جوا الشاحنة، فلازم قبل ما يدخلوك بالشاحنة تكون ماسك الباب تفتح الباب. شوف كيف؟ ما زبط معي زي نعدل السيارة بعدها شوي عن النقطة. تمام نكبس بصمة وبننزل من السيارة. دائرة مثلث زي ما انتم شايفين صارت سوداء وبلش يفتح الباب. شباب الحين مش حوريكم شو راح يصير، انه بدي ادخل على انشطة على البونتي مش حيطلع بالتصوير. تدخل على الانشطة تشوف اي واحد داعب بونتي. شباب اللي صار انه انا مصور من داخل السوني فما راح يطلع معي، بس ادخل على الانشطة بالتصوير. فاللي عملته انا دخلت على الانشطة على اي شخص عندك او صديق لاعب بونتي، تدخل عليه بتكبس ستار جي تي اونلاين يجيبوا لك هذه القائمة تكبس دائرة. زي ما انتم شايفين اللعبة علقت شباب وشاشة سوداء. كل اللي عليك تطلع الجوال تدخل على الليستة عمومة الليستة. شباب راح تكون مخفي داخل البيت ما راح تشوف حالك بالمرة. نطلع المهمة زي ما تشايفين مخفي مش راح تشوف نفسك. كل عليك تدخل على الكراج اللي بدك تعدل السيارة، مش تعدل السيارة بدك تنسخ سيارة فيه. بس بوري على الكراج باخذ السيارة اللي بدي انسخها انا حاطة داخل الكراج. هذه نفس السيارة اللي هي الجي المعدل. لا تكبس شيء، لا تكبس بنزين ولا شيء. كل اللي عليك تسويه تضغط على تضغط R2 بس بنفس اللحظة قبل ما تضغط ضلك تشد على البصمة. لما تطلع لك البصمة يعني R2 ضلك ضاغط على البصمة، ضلك ضاغط حتى بس طلعوك برا البيت خليك ضاغط لما تطلع. طلعت الحين خلص تمام. الحين نطلب الشاحنة برسمنون هيك شوي مكان الشاحنة القديم أو أي مكان قريب على البيت. مكان الشاحنة عند البنكر رسمونا لأنه بس طلبنا الشاحنة ودخلنا الإلجي المجانية هون. كاميرا بنطلب الشاحنة. الشاحنة كل اللي علينا نسويه ندخل السيارة داخل الشاحنة. الحين دخلونا داخل البنكر زي ما انتم شايفين هيك قد ايش ضبط معك. بس ضايلة آخر خطوة بس نطلع الدوار وندخل على المهمة الستار عشان نودونا على البيت. عشان نطلع من المهمات نطلع خارج البيت ونطلب الشاحنة. بس اوريكم السيارة تسخن
نطلب الشاحنة. دقيقتين مو مشكلة. جد طورت. شكلي سرقت سيارة ابن الوزير. انا سرقت سيارة وعليني جنتين. تمام شباب، المهم نطلب الشاحنة. طلبنا الشاحنة أخيرا. I take it this isn't a social call. So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. نروح على الشباب الشاحن ونلقى سيارة داخلها ونطلعها. وهي السيارة اللي كنا نشوفها. نغط السيارة نطلعها. شباب الحين راح اوريكم السيارة اللي بالبيت موجودة. هيك بكون وريتكم السيارة التسخن. شوف شو ما يدينا دخل لانه اتفرجت كله. نخليها برا. هوريك السيارة من أفضل حتى احنا انتقلنا. هاي السيارة يا شباب تكون ضبط النسخ معك. مبروك عليك النسخ، واتمنى شباب يعجبكم المقطع، واتمنى لا تقصرون معي باللايكات والاشتراكات، واتمنى شباب لا تنسوا تفعيل زر الجرس. وانتهى، وصلنا لنهاية المقطع، مع السلامة.